السلام عليكم، انا دكتور اسلام نبيل، برحب بحضراتكم جميعا. النهارده في فيديو جديد هنجاوب على سؤال من اسئله حضراتكم اللي دايما مرحب بيها. السؤال كان بخصوص احد المتابعين كسر احد الحاصرات بتاعه التقويم، بيقول اتعامل ازاي مع الموقف ده وهل هيكون عليا تكلفه اضافيه. خليني بس اوضح في البدايه ان طبيعه الاكل اثناء التقويم لازم تتغير علشان تناسب المرحله، لان الماده اللاصقه اللي احنا بنركب بيها البريسز على سطح السنه بتبقى القوه بتاعتها بسيطه، احنا ما بنركبهاش بقوه كبيرة علشان لما نيجي نشيل البريسز دي على سطح السنة بعد انتهاء التقويم يكون سطح السنة انتاكت وما يكونش حصل فيه مشاكل بإذن الله. فالقوة دي لو زادت بسبب ان طبيعة الاكل اتغيرت او الاسنان اتعرضت لعنف مثلا اثناء الرياضة، فالبريسز دي بتفك من مكانها. فاذا احنا لازم طبيعه الاكل تتغير علشان تناسب المرحله، فلازم الاكل بتاعنا يكون سمول بارتيكلز، حتت صغيره، وما تكونش هارد كمان، ما تكونش ناشفه جدا علشان ما تسببليش ضرر لا للبريسز ولا للاسنان وبالتالي يحصل عندنا مشاكل. خليني كمان نروح دايركتلي الى السؤال اللي كان بيقول هتعامل ازاي مع الموقف ده لو كان عندك اي مشكله بتتعرض للانسجه المحيطه بالسنه، اي حاجه بتعمل لك تروما بتخربش لك الانسجه، فطبعا لازم ناخد زياره طارئه من العياده اللي احنا بنتعامل معاها. ولو حضرتك بتتعامل معانا اهلا وسهلا، تشرفونا طبعا في اي وقت، مش لازم في ميعاد الزياره الشهريه، لما يكون في اي زياره طارئه من فضلك كلم المركز واحجز في اقرب وقت ممكن. طيب خليني اوضح كمان الجزء الاخر من السؤال بخصوص التكلفه، وكمان هوضح لحضرتك ان وانس ان البريسز دي فكت من مكانها احنا مش بنستخدم البريسز القديمه، لازم هنستخدم بريسز جديده، لازم هنستخدم الماده اللاصقه جديده، كمان بناخد ابوينتمنت وبناخد ميعاد جديد حتى بغض النظر عن الميعاد الشهري اللي احنا المفروض بننتظره. بالاضافه كمان ان البريسز اللي بتفك اثناء مراحل العلاج دي ممكن كمان تأخرنا في العلاج، وبالتالي ده هيسبب ان فترة العلاج هتطول، مش بس ان حضرتك هيكون عليك تكلفة اضافية، كمان بالنسبة للدكتور دي هتأخرنا في وقت العلاج وبالتالي مش هنخلص في الوقت اللي احنا نتمناه. فطبعا الحالة هي اللي بتكون مسؤولة، وطبعا بيكون في تكلفة اضافية للبريسز اللي بتتكسر. وخليني اوضح لحضراتكم نقطة مهمة، ان لو البريسز دي فكت من على سطح السنة في اول 24 ساعة او مجازا كمان حتى اول 48 ساعة، انا بعتبر نفسي مقصر، مش بس من ناحية المادة اللاصقة اللي احنا بنركب بيها البريسز، لا كمان انا بحب ان انا اشرح كويس جدا وجهة نظري للحالة، وبناخد وقتنا الكافي، وكمان بدي الحالة صور وبديلها فيديوهات للشرح علشان يكون الحالة انفورمد ويكون عندها المعلومات الكافية اللي تخليها تعرف تتعامل مع أسنانها بشكل حسن، وتكون كمان حريصة على أسنانها مش بس حريصة على البريسز. أتمنى أن أنا أكون شرحت لحضراتكم النقطة دي بوضوح. لو ليكم أي أسئلة تقدروا تسيبوها لنا في الكومنتات، وإن شاء الله نطلع نجاوب عليها تباعا، وعذرا لو اتأخرنا شوية لسبب ضغط العمل، سامحونا يعني. إن شاء الله دايما أشوفكم على خير حال. كان معاكم دكتور إسلام نبيل، سلام عليكم.